من اكتر الموبايلات اللي بتبحث عنها دلوقتي هو الاوبو F9، واحنا قررنا في الفيديو ده نعرض ليكم مميزات وعيوب الاف 9 الجديد بعد تجربة استخدام حقيقية لمدة 10 ايام. معاكم احمد من موبيزل. من موبيزل، موبيزل هو اكبر موقع مصري لعرض مواصفات واسعار ومراجعات للموبايلات. لو عاوز تعرف مواصفات الاف 9 او اي موبايل تاني ادخل على اللينك اللي موجود في الديسكريبشن تحت. هنبتدي بعيوب الموبايل. اول عيب ظهر معانا هو الاشعارات. للاسف مفيش لمبه اشعارات، يعني لو سايب موبايلك قدامك وقمت تعمل حاجه ورجعت مش هتعرف جالك رساله او اي تنبيه او اي اشعار الا لما تفتح الموبايل، ولو سايبه على الشاحن بيشحن مش هتعرف خلص شحن ولا لا. الموضوع صعب شويتين على اللي واخد على لمبه اشعارات في موبايله القديم، بس اكيد هتاخد على الوضع الجديد مع الوقت، خصوصا ان اوبو عامله كام حاجه. الموبايل لما بيجي رسالة او اشعار الموبايل بينور وبيعمل صوت عالي وبيعمل فايبريشن، وكمان في السيتنج ممكن تشغل خاصية اسمها دبل تاب تو ويك اب عشان الموبايل ومحطوط جنبك تدوس بس دوستين على الشاشة تقدر تشوف الاشعارات في اللوك سكرين من غير ما تضطر تمسك الموبايل وتدوس على زرار الباور. وبالرغم من ان المساحة يمين وشمال النوتش بقت كبيرة قوي عشان النوتش صغيرة، الا ان اوبو لسه ما طورتش السوفت وير بتاعها وما بيعرضش برضو الايكونز بتاعت الاشعارات على يمين وشمال النوتش، يعني والموبايل مفتوح لازم تنزل بقائمة الاشعارات من فوق عشان تشوف الاشعارات اللي جاتلك. وبالنسبة بقى لقائمة الاشعارات، فالاشعارات اللي بتظهر في القائمة يا اما هتمسحهم كلهم من الاكس اللي تحت، يا اما هتضطر تسحب واحد واحد شمال وتدوس على زرار الديليت. موضوع ممل قوي برضو. تاني عيب معانا وهو خامات التصنيع، نقطة جدل كبيرة جدا على الاف 9، مع العلم انه جايب نفس خامات اخوه الاف 7 من البوليكربونايت او البلاستيك المتين. الموبايل متين جدا، مشكلتنا بس مع الخرابيش اللي هتحصل مع الوقت نتيجة ان انت ما بتركب جراب او كفر للموبايل، التراب بيتحشر ما بين ظهر الموبايل والجراب فبيسبب بعض الخرابيش. هتيجي تشوفها لما تيجي تشيل الجراب بعد فترة وتمسح ظهر الموبايل هتتفاجئ بكمية خرابيش صغيرة. ممكن تحل المشكلة دي ازاي؟ ممكن تحل المشكلة دي انك تركب بروتكشن او سكين حماية لظهر الموبايل، في منه اشكال كتير جدا من شركة بروسكينز، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن تحت. تالت عيب معانا وهو ممكن بعض الناس تشوفه عيب وبعض الناس تشوفه ميزة، وهو الذكاء الاصطناعي في الكاميرات. كاميرات اوبو مشهورة قوي بالتجميل خصوصا في الكاميرا السيلفي. في الاف 9 زي وزي الاف 7 مش بتقدر تتحكم في الذكاء الاصطناعي وتوقف التجميل ده. المتاح ليك هو مود بس اسمه سوبر فيفيد، وده بيفقع الصور اكتر ويخليها مايله للاحمر. زي ما قلت تاني ده ممكن ما يبقاش عيب بالنسبه لناس كتير، في ناس كتير تحب تشوف الصوره تبقى جميله، بس في ناس تانية زي كده ممكن يحبوا يشوفوا الصوره واقعيه اكتر. رابع عيب معانا هو تصوير الفيديوهات. الموبايل مش بيقدر يصور فيديوهات بجودة 4K بالرغم ان في بعض المنافسين يقدروا يصوروا 4K، دي حاجة لازم تبقى عارفها وانت بتشتري موبايل. خامس عيب معانا وهو مدخل USB، مدخل قديم مايكرو USB فيرجن 2. كان الاحسن ان اوبو تستخدم USB تايب سي زي ما بعض المنافسين عاملين، الا ان الموبايل بصراحة بيشحن بسرعة جدا ودي من اهم مميزات الموبايل اللي هنتكلم فيها بعدين. سادس عيب معانا وهو اخر عيب هو ان اوبو ما غيرتش مكان السماعة الخارجية، زي ما هو موجود تحت على الشمال. المكان ده بيخلي صوت الموبايل يتكتم لما تيجي تمسك الموبايل وتلعب جيمز، باستثناء كده صوت الموبايل عالي ومسموع بشكل مقبول جدا. بعد ما خلصنا عيوب الموبايل هنتكلم بقى دلوقتي عن مميزات الموبايل. اول ميزة معانا وهو التصميم، مفيش خلاف تصميم جميل جدا. الموبايل بيجيب لونين، لون احمر بيروح ناحية الوردي ولون ازرق بيروح ناحية الاسود. بصراحة افضل الازرق، لما تميل الموبايل شوية بيحصل عليه انعكاسات بتشوف باترن او نقشة جميلة كده، خلت الموبايل تقريبا بقى من اشهر موبايلات الفئة المتوسطة. تاني ميزة معانا هو الشاشة. الشاشة 6.3 بوصة IPS بدقة Full HD Plus. كل ده عادي موجود في موبايلات كتير، بس اللي مش عادي هو النوتش اللي جاية على شكل قطرة مياه صغيرة قوي. نوتش بقت صغيرة جدا، يدوب محطوط فيها الكاميرا السيلفي، فوقها سماعة المكالمات
اللي بالمناسبة صوتها واضح جدا، وعلى يمينها مستشعر الضوء. حواف الشاشة او البيزلز قليلة جدا، ومع النوتش الصغيرة خلت نسبة استحواذ الشاشة من جسم الموبايل اكتر من 90%، ودي تقريبا احسن نسبة في الفئة المتوسطة. وكعادة اوبو في فئة الاف اهتمت بحماية الشاشة وحطت طبقة كورينج جوريلا جلاس 6 عشان تحميها من الخدوش والخرابيش. خدوش وخرابيش بس، مش وقعات كبيرة خلي بالك. وفي جدال على نقطة طبقة الحماية، مش موجود على الويب سايت الرسمي بتاع اوبو، بس هو موجود على الموقع الرسمي لكورينج جوريلا، ان الاوبو اف 9 موجود عليه طبقة الحماية جلاس 6. كان في مشكلة زمان في الاف 7، وهو انك لما تيجي تمسك الموبايل وتستخدمه تحت اشعة الشمس بتحس ان انت مش شايف قوي التفاصيل، درجة السطوع مش عالية. المشكلة دي اتحلت خالص في الاف 9، درجة السطوع بقت عالية ومقبولة جدا جدا، وهتستخدم الموبايل تحت اشعة الشمس بدون اي مشاكل. تالت ميزة معانا هو البصمة والفيس انلوك. البصمة اول ما فتحنا الموبايل كانت بتعلق، بس اللي حصل انه وصل لنا تحديث 80 ميجا عدل سرعة البصمة جدا، وبقت طيارة حرفيا، ما بقاش فيها اي مشاكل. معرفش بقى باقي الموبايلات فيها ايه. بالنسبة للفيس انلوك، فالاعتماد على الكاميرا الامامية بس، يعني خلي بالك مش امان 100%. ومع ذلك اوبو ضافت ميزة ان الموبايل ما يفتحش وعينك مغمضة. الفيس انلوك سريع جدا، يعني وانت بتدوس على زر الموبايل هتلاقي الموبايل فتح على طول في ظروف الاضاءة كويسة طبعا. والاضاءة الضعيفة الموبايل بينور ابيض كده عشان يتعرف على وشك، وفي الغالب بيتعرف ويفتح برضه. رابع ميزة معانا هو المعالج. معالج ميديا تك ثماني النواة هيليو بي 60، معمارية 12 نانو، تردد 2 جيجا هرتز. ناس كتيرة قوي ممكن تستغرب ان انا حاطط المعالج في المميزات بالرغم من انه ميديا تك يعني، بس الحقيقة اداء المعالج ده ممتاز وموفر جدا جدا في استهلاك البطارية، وهيساعد ان البطارية 3500 ملي امبير اللي موجودة في الموبايل ده انها تكمل اليوم في حالة الاستخدام المكثف. الموبايل كمان في معالج رسومي قوي وهو مالي جي 72، قدرنا نشغل العاب تقيلة بدون اي تسقيط فريمات او تهنيج، وحرارة الموبايل كانت مقبولة جدا. بشكل عام المعالج بتاع الموبايل حلو جدا على الفئة المتوسطة، حقق رقم محترم في انتوتو زي ما انتو شايفين. المعالج ده يقدر ينافس الكيرن 710، يقدر ينافس السناب دراجون 660، بس طبعا ما يقدرش يسد قدام الكيرن 970 والسناب دراجون 845 اللي موجودين في موبايلات في الفئة المتوسطة، موبايلات منافسة برضو. خامس حاجة هي الكاميرات. ممكن حد يستغرب ان انا اتكلمت عن الكاميرات في العيوب، بس لا، هتكلم برضو عليها في المميزات. كاميرا الموبايل السيلفي 25 ميجا بكسل f2.0، كاميرا ممتازة، تقريبا واحدة من احسن كاميرات السيلفي اللي موجودة في الفئة المتوسطة. كاميرا فيها عزل عن طريق software، بتقدر تشغلها عن طريق الايقونة اللي فوق دي. كاميرا الخلفية بقت مزدوجة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 مع كاميرا ثانوية 2 ميجا بكسل عشان تاخد عزل احسن شوية من اللي كان موجود في f7. الكاميرا بتطلع صور ممتازة في الاضاءة النهارية، بس لما تيجي تعمل زوم هتلاقي التفاصيل قلت شوية. وبالليل فتحة العدسة الواسعة هتساعد الكاميرا انها تاخد صور بتفاصيل اكتر ونويز اقل، بس برضو هتلاقي نويز خفيف في الصور. سادس ميزة معانا هو السوفت وير. الموبايل بيجي باندرويد اوريو 8.1 بواجهة تشغيل كولر او اس 5.2. سوفت وير من اوبو خفيف جدا، الموبايل تقريبا ما هنكش ولا مره في فتره استخدام الموبايل اللي استمرت تقريبا 10 ايام. السوفت وير كمان بيساعد بشكل كبير انه يوفر في استخدام البطاريه. وكمان اوبو ضافت حاجه اسمها سمارت سايد بار، بيظهر على الجنب كده على اليمين فوق، ما تيجي تسحبه تقدر تتنقل من برنامج للتاني بسهوله من غير ما تضطر تقفل البرنامج اللي انت فيه. وفي شويه ايماءات لذيذة زي انك ممكن تخلي الموبايل اول ما تمسكه وترفعه قدامك هيفتح على طول من غير ما تدوس على زر الباور اصلا. وكعادة اوبو موجود ان انت تقدر تعمل نسختين من برامج التواصل الاجتماعي، وبثلاث صوابع من فوق لتحت هتاخد سكرين شوت، وبثلاث صوابع من تحت لفوق هتعمل سبليت سكرين وتشغل برنامجين مع بعض. سابع واخر واهم ميزة في الموبايل ده هو الشحن السريع. شركة اوبو ركزت جدا في الدعاية للموبايل ده على نقطة الشحن السريع. علبة الموبايل بيجي فيها الشاحن بتاع اوبو الفوكت شارجر بقوة 5 فولت 4 امبير، يقدر يشحن الموبايل بالكامل في ساعة ونص بامان تام، تقريبا احسن وقت شحن في الفئة المتوسطة. وده كمان بيخلي الاستخدام مكثف جدا للموبايل، يقدر يشحنه بسرعة ويكمل بقى اليوم عادي، بالرغم من ان بصراحة بطارية الموبايل ممتازة
ومحتاجناش ان احنا نشحن الموبايل اكتر من مرة في اليوم، هو في اخر اليوم بس بيتشحن. بالنسبة لسعر الموبايل، النسخة المتاحة وقت عمل الفيديو كانت 64 جيجا و 4 جيجا رام، سعرها الرسمي 5700 جنيه، بتوصل في المحلات ل 5350 جنيه. معرفش أبو بتهزر ولا ايه. هينزل نسخة قريب، نسخة برو 64 جيجا مع 6 جيجا رام. الفرق بس هيبقى في الرام، الرام يعني اكتر، الرام اكتر يعني رام مانجمنت احسن، يعني هتقدر تشغل برامج اكتر في الخلفية من غير ما السوفت وير يضطر يقفلهم عشان يفضيلك الرام، وهتقدر ترجع للبرامج المفتوحة من غير ما تعمل ريلود زي اللي بيحصل كده في الاف 9. لو بتدور على موبايل في الفئة المتوسطة بكاميرات ممتازة، تصميم شيك، بطارية قوية بشحن سريع، الاف 9 هيبقى ممتاز بالنسبة ليك. اما بقى لو بتدور على اداء اقوى بمعالج اقوى او خامات اقوى زي خامات معدن مثلا، هتلاقي بدائل في الفئة المتوسطة انسب ليك من الموبايل ده. لو حابب تشوف مراجعات للموبايلات الجديدة اول باول، ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل كومنت وقول لنا رأيك في الموبايل.